كابتن شريف هارد لاك، تعادل بطعم الخسارة. فوز سهل فعلا، التأخر في النتيجة جه نتيجة عن الملعب مش مظبوط، فمستر كولر ضبط الملعب بالتغييرات، فبقت ليك انت الأفضلية والاستحواذ والهجمات اللي انت ممكن تجيب منها أهداف، وده اللي حصل فعلا. ابتدت الأطراف تطلع ما كناش شايفينها خالص، لقينا محمد هاني في 3 4 كور، 5 كور في الشوط الثاني ممكن يبقى منهم أهداف، لقينا عمر كمان عبد الواحد بيلعب في الناحية الشمال وبيعمل إمدادات وكل حاجة، وبعدين وصلت الكورة سليمة واتلعبت صح، وكهربا خلاك في المقدمة تاني 2-1 بعد ما ظبطت الملعب بالتغييرات وكلام من ده، وخرج مودست ونزل أسامة أبو علي، أسامة أبو علي وأكرم توفيق، نزل رضا سليم، ورضا سليم بعد كده عمل تغييرة غريبة جدا، مفيش حد بيشتكي، مفيش حد أي حاجة، راح منزل أكرم واعتمد على ان الماتش خلص خلاص وانتهت القصه بالنسبه له، ونزل احمد عبد القادر. فاتحولت من بعد ما انت كنت مسيطر عن طريق رضا سليم وعن طريق محمد هاني وعن طريق الاطراف، وفي تعامل وفي هارموني مع الفرقه كلها مع بعض، ابتدت الحكايه تروح لعدم تفاهم خالص، بقى في لعيبه عايزه تثبت ان هي بقى كتير بره الملعب وعايزه ترجع، فعايزين يعملوا اي حاجه فرديه يثبتوا ان هم موجودين، او عايزين يرجعوا يلعبوا تاني، او يعملوا اي تاثير. هم اصلا التركيز بتاعهم مش موجود وبعاد عن الحكايه خالص، فبقى بتتقطع منك الكره ويحصل منك كاونتر اتاك عليك، او ردود فعل ان الفرقه بتبقى موجوده، فرقه امبي اللي هي مش موجوده اصلا، انت اللي بقيت بالميز باص بتاعك وبافساد الهجمات بتاعتك، وفرقتك كلها هجمه لجوه، واصبح نص ملعبك اهو، لو وراني لو يرجع سمير يوريني الهجمه اللي جابها، ده الشوط الاولاني. كويس، عايزين نشوف الشوط الثاني يا سمير لو امكن بس تجيب لي الحاجات. وبعدين احنا الفرقه الوحيده بقينا اللي في اي حته، اي حد بيستلم مننا الكوره، اي حد اهو، يعني الشواهد ابتدت من فرصه زي دي اللي هي دخلت فينا جولين النهارده بنفس الشكل، العرضيات دي. ده الشوط الثاني اللي سمير جابه، ادي الشكل، خدت بالك؟ ايوه، اللي احنا بقينا متحكمين في الوقت، احنا عاملين عليهم ضغط. أيوه، ممكن اي حد يغلط ويجيب. سمير بس جايب شوط اول وشوط ثاني، وجاب الملخص. الملخص بتاعه. ايوه جاب الملخص. دي احدى الكور برضو اللي كانت في اول شوط، ابتدت تترجم لك سبق التهديف يعني. ايوه. المهم ان انت وصلت لسبق التهديف، وطاهر محمد طاهر راح من ناحيه اليمين وعمل كوره كويسه جدا، وراحت لكهربا وجاب جول كويس. وانس انك انت بقيت انت الليدنج، وانت كنادي اهلي واللي احنا اتكلمنا فيه قبل الاستوديو، لازم تغطي الجول بتاعك الثاني يعني على طول. الفرقه الثانيه بتفتح خطوطها، لازم كنت عندك من الثقه وفتح المسافات بينهم، وانك تعمل ثغرات جوه الدفاعات اللي هي بتاعت ايبي، اللي هي دايما اي فرقه انت بتلعبها بتبقى مستنيه الهدف، انت اللي بيبقى عندك التنفيذ هو اللي ناقص في الهجمه. مش عايز اطول عليك فيه، ان السبب ان احنا واحنا بنتفرج مباراه منتهيه اكلينيكيا يعني، ولكن بتحط عنصرين جوه الفريق ما بيبقوش معاك، وهم بره فكريا وتركيزا ومش قادرين، فبدل ما بنلعب 11 و12 و13 وبالسرعات وكل، لا احنا بنلعب 8، وبعدين اللعيبه نازله زعلانه ما لهاش نفس تلعب، هو منزلنا ليه يعني؟ كل ده باين وواضح في الصوره. بندفع ضريبه حاجات كتير قوي، عايز اطلع حقيقه، عايز اشوف مستر كولر النهارده هيقول ايه. وبعدين انت للمره الاخيره ومره بقول لك، انت عندك من التشكيل اللي هو لعب وجبت الجون وبقيت 2-1 لما حصل التغييرات، ليه ما بنبتديش بالتشكيل ده؟ هو احنا بقى مكتوب عليا ان انا لازم اتاخر التاخر ده كله في كل ماتش، وبعد كده اغير
لما تزنق او يحصل اي حاجه وانت عندك التغييرات وعندك بنسميها اللعيبه السنا على الاقل، هنتكلم عن السن، عندك لعيبه سنها صغير وعايزه تلعب وعايزه تدي، والكره بتدي اللي بيجري، ها كره ما بتديش اللي هيقف واقف مستني خطا من اي حد عشان يترجم. احنا مش احنا عايزين لعيبه تبقى افكتيف، يعني لعيبه منتجه في المنطقه اللي بتلعب فيها. حتى كهربا بيحاول كويس، بيجري للكوره، بيروح للكوره، او النهارده مضيع كورتين وحاول في كوره قبل ما يجيب الجون الثاني. ايمن انا وانت اتكلمنا فيه الكوره اللي خدها وراح لففها، قلت لك والله كويسه، بس اهو بيحاول اللي بعدها على طول جول، فهمتني؟ لانه بيجري وبيستلم وبيطلب الكوره. انما في لعيبه انا ما اعرفش مستر كوره بيبتدي بيهم ليه اصلا، ومفروضين ليه على الفرقه عشان ايه اصلا، عشان ايه انا ما اعرفش. بهدوء كده يعني من غير ما نحسس على اي حاجه، اتكلمنا على الماتش اللي غلبنا فيه من بنك الاهلي، وكان فيه دروس مستفاده كتيره جدا. ان انت مش عارف تغطي الجول بتاعك، بتبقى ليك التفوق وليك وبيحصل لك حاله رسو. هل ده حاله رمضانيه او ده الصيام بيعمل كده واللعيبه متاثره؟ ممكن. هل ده خروج والدخول في السفر والبتاع ده؟ كل ده ممكن. ولكن اللي مش ممكن انك انت يبقى عندك فرقه تقدر تكسبك اي فرقه موجوده. انا مش شايف مستوى في الدوري يعني يخضك او اي حاجه، انت عندك فرقه تقدر تبتدي بيها الماتش، اعتقد انك تقدر تطلع اول هاف تايم 2-3 يعني. ده من رؤيتنا احنا كلاعيبه كوره. فهارد لك، وان اللي جاي بقى لازم تبقى دروس مستفاده، وعندك ماتش كمان يومين ثلاثه يعني. كمان يومين مع زد. زد فرقه اعتقد انها فرقه كوره، فرقه كويسه، فرقه كوره صحيح. ف لازم يبتدي بدايات تانية خالص ويغير الفكر ده.